يعني بالنسبة للقضية الفلسطينية والفقرة دال منها اللي هي دعوة الدول الأوروبية لاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على القدس، وذلك استنادا لاتفاقية وادي عربة، رغم أنني شخصيا لا أؤيد هذه الاتفاقية. وبعدين أرجو إضافة مادة جديدة وهي دعوة الدول الأوروبية لدعم موقف القيادة الفلسطينية الشرعية من صفقة القرن، وهذا يعني يجب أن يتضمن ذلك في القضية الفلسطينية، إضافة فقرة جديدة. بعدين بالنسبة لمواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، يعني نرجو أن يقوم الدول الأوروبية بدعم الأردن التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في أراضيها، لذلك يعني وجب أن يتضمن هذا طرح هذا الموضوع أمام هذا المؤتمر حتى ننصف الأردن من ما يقوم به من تحمل الأعباء الاقتصادية نتيجة للاجئين. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي النائب خليل عطية. النقطة الثالثة والأخيرة تعقيبا على حديث النائب المحترم خليل فيما يتعلق بمطالبته بالإشراف، يعني دعوة الأوروبيين بالإشراف الهاشمي على المقدسات في القدس، هذه علاقة ثنائية بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية، ولا دخل الأوروبيين بهذا الأمر. وبعتقد ليس هناك الآن مطروح خطر يمكن أن ينهي مثل هذا الإشراف. توضيح واقع يعني حكاها الزميل المحترم الغول من فلسطين بأن الوصاية الهاشمية، أخي الكريم، صحيح أنه اتفاق بين القيادة الفلسطينية والقيادة الأردنية، ولكن هي أحد بنود معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية، وهي المفروض أن نثير هذا الأمر ونعلم العالم بأن هناك انتهاك صريح وواضح من الأمريكان ومن الإسرائيليين لبنود هذه الاتفاقية، لذلك يجب علينا أن نبلغ الأوروبيين بهذه الانتهاكات، وأنا أتوقع أن ذلك لا يضيرك شيئا أو يضير الموقف الفلسطيني، لا بل يعززه. والمفروض منا كبرلمانيين عرب أن نظهر هذه القضية الحساسة والرئيسية بضرورة أن تأكيد على الوصاية الهاشمية وحفاظ على القدس والمقدسات. وشكرا. طيب شكرا. أنا أطلب من الأمانة العامة، أنا الصوت عندنا هنا شديد، يعني صوت الإشاعات والله شديد علينا، أنا أطلب من الأمانة العامة تسجيل كافة هذه الملاحظات، هذه ورقة مطالب، تسجل كافة هذه الملاحظات وتضيف يعني الأمور الأساسية فيها إلى ورقة المطالب وترفع إلى القمة العربية الأوروبية.